تعالوا بقى نروح لخبر تاني. مصر استضافت اليومين اللي فاتوا البطولة الإفريقية لتنس الطاولة البارالمبي. تعالوا ناخد فكرة كده من خلال هذا التقرير عن البطولة وعن جانب من فعالياتها ونرجع نكمل الكلام. سعادتنا كانت للبطولة من يوم 5 لحد يوم 20، لأن البطولة ابتدت 21. كان المعسكر تمرين صباحا ومساء، كانت الاستعدادات كانت يعني بشكل جيد ومنتظم. أثناء فترة معسكرنا كان الاتحاد الدولي برضو عمل معسكر دولي تحت إشراف مستر ساندرو، ده كان إيطالي. كان في يعني مجموعة من لعيبة المنتخب المصنفين. الحمد لله يعني ثمار المعسكر ابتدت تبان في البطوله من نتائج، من ميداليات، ومن 11 لاعب اتاهلوا. يعني عندنا البطوله دي في بالنسبه للبارالمبي، في البارالمبي عندنا بيصنفوا الى كلاسات، يعني متقسمين الى 10 كلاسات. في الخمسه من 1 لـ5 ده بيبقى جلوس قاعدين على كراسي، ومن 6 لـ10 دول وقوف واقفين على رجليهم. في كلاس 11 اللي هو الإعاقات الذهنية، وده بيبقى لوحده. في البطولة هنا احنا منافسات الفردي اختتمت امبارح، والحمد لله مصر حصلت على 5 ميداليات ذهب، وفي 5 كده اتأهلوا، لأن التأهل للأولمبياد بيبقى مباشرة من هنا من البطولة دي. اللي بيطلع الأول في الكلاس بتاعه بيتأهل على الأولمبياد مباشرة. أنا سعيد جدا بهذه البطولة أنها بتقام هنا في مصر، ويعني الشكر لكل الفرق المشاركة. النهاردة أنا سعيد جدا، وصلنا إيميل بالشكر للاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي من رئيسة الاتحاد الدولي بيترا سيرلينج السويدية، أن البطولة دي منقولة على اليوتيوب من أول لحظة لغاية الختام. مش مصدقين روعة التنظيم والملعب بجماله وبكل التسهيلات الموجودة فيه، بالذات لفئات الإعاقة الحركية. الحقيقة يعني نجاح كبير، وأنا بتوجه بالشكر للاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الكابتن معتز عاشور وفريق العمل، كل المتطوعين وكل الكوادر اللي اشتغلت في تنظيم البطولة. البطولة الحمد لله أكثر من رائعة في التنظيم، والمنافسات كانت جامده جدا الصراحه، فالحمد لله. والله انا لعبت في كلاس 4، حصلت على الميداليه البرونزيه في الفردي، والنهارده الحمد لله حصلت على الميداليه الذهبيه في الزوجي مع الكابتن سامي عيد. كان عندنا تمرين يومي حوالي 3 4 ساعات في اليوم، كنا بنكثف من التمرين. الصبح كان بدني، بعد الدور كان تنس طاوله. عشان تبدا تخش جوه الرياض كنت بتشارك في ماتشات عشان تلعب، بحيث ان انت تبقى جاهز لاي حاجه. فالحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا على الفاضي، فالحمد لله ان هو ربنا كرمنا النهارده بالميداليه الذهبيه الحمد لله. والله البطوله المره دي بطوله شرسه جدا، لانها كانت بتشهد مشاركه نيجيريا المنافس الاكبر لمصر في القاره الافريقيه على مجال تنس الطاوله، سواء في الاسوياء او في حتى في ذوي الاعاقه. هم حصدوا اكثر عدد من الميداليات واكثر عدد تاهل من عندهم، لكن الحمد لله احنا برضو تاهل من عندنا عدد لا باس به من اللعيبه. البطوله كانت منافستها قويه جدا جدا جدا، شهدت مشاركه عديده من الدول الافريقيه. قدرنا يعني الحمد لله يعني مؤهل اللي فاز بالميداليه الذهبيه حوالي 5 لعيبه، ولكن المؤهلين فعليا ان شاء الله حوالي 11 لاعب ولاعبه. تنظيم حلو جدا. انا بطل تنس طاوله كلاس 4 ناشئين وسيدات، بلعب تنس طاوله انا عندي 6 سنين، دلوقتي عندي 16. البطوله دي كانت جامده جدا وتعبنا جدا، وتنظيمها حلو، حتى بنلعب في بلدنا، يعني لازم يعني طلع لعبنا. والحمد لله حققت مركز اول انا وكابتن فايزه في الزوج في السيدات، والفردي طلعت من دور الثمانيه. بصراحه البطوله اصلا في تنظيمها اكثر من روعه، وصاله فخر لمصر جميعا، صاله مجهزه لكل ذو احتياجات الخاصه، حمامات من صاله من كله بصراحه فخر لمصر بصراحه. صاله حسن مصطفى هي بطولة كانت صعبة جدا جدا، وكان فيها منافسين من نيجيريا ومن المغرب ومن جنوب افريقيا من كينيا والكلام ده. يعني الحمد لله انا لعبت اصلا في تي تي 3، لعبت مع كان معايا واحد زميلي من مصر وواحد من المغرب. الحمد لله خسرت اول ماتش، وبعدين كسبت بتاع المغرب، وبعدين بعد كده خدت على عهد على نفسي
في كل الماتشات اللي جايه بعد كده ما اكلمش اي حد خالص، اخش على الطاوله عيني على الكوره وعيني على الحاكم بس عشان ما اخرجش عن شعوري وحاجه زي كده، او عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. الحمد لله طبعا شعور ما يتوصفش في كلام بصراحه، كان حلم كبير ويعني بنجهز له من زمان، والحمد لله سبحان يعني سبحان الله جت في الوقت اللي احنا كنا كلنا فعلا خلاص يعني تعبانين ومستنيين فيه نفرح، فالحمد لله رب العالمين بقيت اول افريقيا وتاهلت، ويا رب ان شاء الله بتمنى للجميع يعني التوفيق وباذن الله نتاهل مع بعض. تنظيم البطوله على ارض مصر اكثر من رائع طبعا في صاله حسن مصطفى في 6 اكتوبر. طبعا البطوله هايله قوي وجاي فيها دول كتير، اول مره يشارك عدد كبير من الدول دول، والحمد لله انا الحمد لله حصلت على 3 ميداليات ذهب، لسه الثالثه جايبها دلوقتي يعني قبل ما تسجلي معايا، فجبت ميداليه فردي امبارح الحمد لله تاهلت لاولمبياد باريس 2024، والنهارده الزوجه انا وعبد الرحمن عبد الوهاب جبت ميداليه، وانا وهناء الحمد لله الميداليه الثالثه لمصر. ربنا كرمني بمسابقه الفردي وحصلت على الميداليه الفضيه، كنت يعني كسبان اللاعب النيجيري 2-1 بس ما فيش حظ الحمد لله، والنهارده في مسابقه الزوج رجال قدرنا انا والكابتن سيد نكسب فريق النيجيري، كسبناهم 3-0، ويعني مستنين باذن الله التاهل في مسابقه الدبل في الاولمبياد باذن الله.